وإلى أخبارنا الرياضية مشاهدينا الكرام، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري فيفا الممتاز لكرة القدم، تمكن فريق الكويت بطل النسخة الماضية من تجاوز فريق النصر وذلك بهدفين نظيفين ليتساوى مع القادسية برصيد 6 نقاط على صدارة الترتيب العام مع ختام الجولة الثانية للدوري. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري فيفا الممتاز لكرة القدم، واجه الكويت فريق النصر على استاد علي صباح السالم بنادي النصر، واستطاع بطل النسخة الماضية العميد الكويتاوي من فرض إيقاعه والتقدم أولا بهدف حمل أمضاء محترفه الكولومبي كالديرون وبرأسية مثالية. الأبيض الكويتاوي وبعد أن سيطر على المباراة عزز النتيجة بهدف ثاني جاء بأقدام المتألق فيصل زايد بعد أن تجاوز حارس النصر وأسكنها في شباك العنابي. هدفين نظيفين كانا كافيين لمنح النقاط 3 للعميد الكويتاوي. والله الحمد اليوم قدرنا ناخذ 3 نقاط بغض النظر عن الأداء. إن الأمانة نادي النصر يملك عناصر وقدر يجاري ممكن يعني قدر يستحوذ على 25 دقيقة أو 20 دقيقة، ممكن كان في جدال بس الأمانة قدرنا احنا نخلص المباراة من الشوط الأول. هذا أهم شيء أن الفريق في أول 10 دقائق قدر يقول جول جولين، هذا يعني مبين نادي الكويت بطل. أقول الكويت جود لك هارد لك نادي النصر، لكن اليوم الحمد لله رب العالمين اللي يشفع لنا أن قدمنا مباراة جيدة، طبعا أفضل من المباراة الأولى مع الساحل. اليوم ضيعنا فرص، وصلنا الجول، كان في تكتيك معين موجود وأدوا اللاعبين، خصوصا اول 18 دقيقه احنا المفروض نكون فرصتين او 3 فرص لنا المفروض نقول فيها جول على الاقل. الدوري اهم شيء تجمع نقاط، اللي بيجمع نقاط اكثر هو بياخذ دوري بغض النظر عن الاداء. طبعا اذا اجتمع الاداء والنتيجه سوا بيكون منيح، بس اذا ما اجتمع الاداء والنتيجه اكيد بنفضل النتيجه. بهذا الانتصار رفع العميد رصيده ل6 نقاط في الصداره وبالتساوي مع القادسيه، فيما تجرع النصر الخساره الثانيه ليبقى رصيده خاليا من النقاط وفي قاع الترتيب مع ختام الجولة الثانية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.